بسم الله ما شاء الله، تقبل الله يا ست الكل. عملت لك كوبايه شاي بقى عشان تروقي دماغك كده وتصحصحي لي. ايه الكلام اللي هقوله لك؟ اكيد في مصلحه ورا كوبايه الشاي دي. هو بصراحه كده انا يعني ايه، في مشروع كده عملته وفشل وبفكر اعمل المشروع ده تاني. مشروع ايه ده يا اخويا؟ ده ربنا يوفقك، بس اهم حاجه الماني ما تنسانيش. ماني ده المشروع اللي انا عايز اعمله، مشروع استهلاكي. ايه يا اخويا مشروع الاستهلاكي ده؟ هو بصراحه كده يا ست الكل انا بفكر يعني اتجوز. على مين؟ ده اضعفك. بس كده يا ست الكل، بس اهدي 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 اهدي. انا هقول لك بس اهدي اهدي ايه؟ أنا موافقة. إيه؟ قول والله موافقة؟ أبوس دماغك. دي بختار نايل اللي هتتجوزك، بس بشرط. شرط يا ست الكل؟ أول ليلة تقضوها في تربتكم. تربة إيه؟ أنا أصلاً كنت بهزر معاك. جواز ايه اللي يتنال على عينه يتجوز تاني ده يا ست الكل؟ تاني شر هتدبحنا 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 يا جدع يا جدع.